اهلا وسهلا، وتيك تيك عليكم تبارك الله عليكم. وبغيت ندير لكم واحد نجيب لكم واحد تيموانياج. باغمي لي تيموانياج عندي بزاف، ولكن هذا تيموانياج زوين. هذا صنتوا ليه وتعرفوا السلام كيفاش عليكم. كيعيشوا فابور على ظهر المغاربه. شفت لا فيديو ديال فيديو ديالك هادي. تبارك الله عليك. كي كنقولوا في كل المجالات، اللغة العربية، الفرنسية، والإنجليزية، والعقل ديالك تبارك الله. ما عندي ما نسالك. عقل ربي يحفظك، عقل على كل شيء، وباقي كل شيء عندك مرسخ في الذاكرة ديالك. ربي يحفظك. حاجة بقى نقول لك، هادشي اللي هضرتي عليه ديال المغاربة ديالنا اللي كيحبوا بهم، هادشي هادشي راه عندك الحق، وباقي لحد يومنا هذا. ماشي بزاف قبل ما نمشي انا المغرب في لافان دو موا دو ماي، كانوا داروا واحد الحفل في لامازون دو ماروك هنايا في باريس، 14 جو بونس، وي 14 ولا 15، دا كيفين كاينه دار المغرب. وانا والسيد اللي مكلف ديك الجمعيه قال لي الا لقيتي المغاربه وداك الشيء زعما عرضوا عليهم، زعما ديروا البارطاج باش يجيو، باش يكونوا زعما الناس كتار وداكشي. تلاقيت انا بالناس وداكشي، تنقول لهم ها كاين ها كاين ها كاين ها كاين. وحده نيت واحد المغربيه باغازاغ تلاقيت بها في المترو وداكشي، بقيت كنهضر انا وياها، قلت لها شوفي راه كاين واحد الحفل غيديروه زوين ديال الدار البيضاء ديال المغاربه في دار المغرب. وهادي ما عنيناش. السيده جات حتى هي من الدار البيضاء، جات مني وصلنا لينا كنهضروا، قلت لها ما عرفت كيفاش تجبدات الهضره على الكراغيله، وهي تقول لي راه انا فين ساكنه، ساكنين معايا بزاف، وحنايا كي كتقول كيقولوا حنا خاوه خاوه. قلت لها وما عارفهمش شنو دا، قالت لي انا عارفاك عارفه شنو وقع وهادي وجراو على المغاربه وهادي، ولكن ما عندي ما ندير، جيراني مهم. قالت لك الجاره ديالتها اللي بغا نوصل ليه على الحزارين ديالنا، على الحزارين واللي كيديروا الخير في البراني وما كيديروش في ولاد بلادهم. قالت لها هاد الصيف اللي فات، هادي مهم هادشي تصنت الجزائريه مزيان. اللي جارتها، قالت لها اش عافاك فلانه، الله يعطيك الستر، ما عنديش فين نمشي، راه البي غاليين في البلاد بروفيتاج عندهم، سمع وهي عندها 4 الاولاد وما تقدرش تمشي بهم لديك البلاد، وما فيهاش ما فيها ما يتشاف. هادي الجزائريه كتبكي على مغربيه، هاد المغربيه هادي قالت لها انا نعقد عليك لداري. شفتي عقدات على لدارها، داتها المغرب، داتها الدار البيضاء، وجلساتها في المغرب، وجات العطلة ديالها الشهر كامل على حساب المغربية. والمرأة قالت كتبقى فيا مسكينة عندها 4 الولاد وهادي وهادي، باقي ما كاينش داك، كنقول ما باغيش يفكوا بانهم كيبروفيتيو فيهم، بانهم كيضحكوا، هادي ايد تضحكوا عليهم. قالت لي وهاد العام نيت غطلباني، قلت له غتعطيها المفاتح ديالك تمشي، المغربي ما قالت لي واش يعطيوليش. فيها ما فيها والو، جارتي وما عندهاش فين تمشي، والبي خالي. قلت له الله يحشرك معاهم فحال هكا، قلت له الله يحشرك معاهم، الله يخليك معاهم. قلت له انتوما ما شعرش براسي كيف وقع عليك دابا، انت ملي كتشوف شي حوايج كيطلع البنادم الدم. قلت لها نتوما هما اللي مطيحين علينا الدم هكا، قلت نتوما هما اللي مطيحين علينا الدم النهار كامل، وانتوما تحزنوا فيهم. ما فهمتش انا واش كتخافوا، واش كيخافوا منهم، ولا المغاربه ديالنا كيحسوا ضعفاء من يدي يهضر مع جيستومون كيقولوا حنا واعرين. قوه اللهجه ديالتهم داك قويه، وفيها التعسف وفيها العنف، فيها العنف. انا واحد الخطا قلت لواحد الجزائري، قلت لها انتم في الهضره ديالكم متعنفين، قالت لي بصح نيت، قلت لها عندكم كلشي متعنف، قالت لي حنايا معصبين وحنا هادي. قلت لها الله يبعدنا عليكم، الله يبعدنا عليكم، الله يبعدنا عليكم وتبعدوا علينا. قالت لي وحنا كدايرين ما عنيناش. هادي تاهي واحده اخرى كنت لقيت بها في واحد لاسوسياسيون،
جات هنا حارقه تعرفهم هما عندهم ما عرفت كيفاش كيديروا حتى كيجيو بالفيزا. جات هذه 3 سنين بالفيزا ومن بعد جابت ولادها بجوج وفين سكنات سكنه واحد الشينوي ما عرفت كيفاش كيديروا. المرأة دغيا راجل وقعت فيه ولا ما عرفت شنو داكشي بيناتهم سكنها جات سكنات عند ولاد عنده هوايا وجابت بنتها الاولى جابت ولدها وقالت لك تطلب طلاق. ملي بدينا نهضر ملي انتي في هاد لاسوسياسيون قلت لها انا مغربيه من الدار البيضاء قالت لي الناس مزيانين الناس كرامة. قلت لها علاش مشيتي للمغرب؟ قالت لي مشيت انا قبل ما نجي لهنايا هي وثلاثه صحاباتها الجزائريين اتصلوا بشي واحد في الفيسبوك شو باش كيديروا كيخرج لهم السفر فابور اتصلوا بشي مغربي في الفيسبوك تيهضر معاه كيقولوا لي ما كرهناش نشوفوا المغرب 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 ماشي المغرب المغرب حيت انا هادي ديال كلمه المغرب انا شحال من حدا كنقمعها كنقول لها احنا ما سميتناش المغرب احنا سميتنا المغرب تتقول لي المغرب ولا احنا المغرب ولا غير الا المغرب ما عنيناش. السيدات هادو ثلاثه عرضوا عليهم واحد توا من الدار البيضاء دخلهم للدار واكلين شاربين عايمين فابور وتساراو ديك الدار البيضاء شي شويه عاوتاني داروا كونيكسيون كونتاكت مع شي واحد في الفيسبوك عرض عليهم في مكناس وما غادي تيتجولوا في المغرب ديالنا فابور على ظهر الحزارين وضعفاء الشخصيه وقليلين النفس وقليلين الوطنيه. وكون دابا هاد الناس هادو يقول لهم شي واحد في العائلات ديالهم حنا محتاجين ما عندناش هزني عندك يومين ولا 3 ايام واخا يكون ما يهزوش ولكن على هاد الكراهله كيبغيو يبانو كيديروا بانهم زعما في حالنا في حالهم. وكاين بزاف كاين بزاف ما يتقال على حقاش نيت حتى في هاد لي زاسوسياسيون اللي مره مره كنمشي لهم انا فيهم المغاربه دايرين ديك القضيه ديال خاوه المغربيه المغربي ولا المغربيه ما كيقدوش يخرجوا ليهم يقولوا لهم انتم ما درتوا لينا ولا فعلتوا لينا. كاين بحال ما باش يتفهم ليا انا ما بغيتش واحد الانسان ما بغيتوش ما نجلسش حداه. دابا نيت كاينين دوك المنظمين السهرات اللي كيديروا السهرات زعما مغربيه ولكن دائما 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 مدخلين فيها جزائريين. انا حضرت الوحده شحال هادي حيت مولاتها مغربيه وصيفطت لي لانفيتاسيون هادي واجي غيكون داكشي ديال المغرب الشعبي ديال المغرب اغاني طرب المغرب كلشي المغرب. ومني مشيت وانا نتفاجئ لقيت فيها دايرين فيها حتى مغنيين من ديك البلاد حتى وجد لا ميم شوز اغلبيه ديال لاصال زيريات زيريات نيت. ومني كيغني هذا الشعبي ديالنا وداكشي كتلقى هذه كي قلتي له هرانيات كلشي حافظين الاغاني الشعبيه ديال المغرب. ومني كيقولوا اللهم صل عليك يا رسول الله وعلى ديك الاغنيه ديال السلطان ها هو العلاوي حتى هما كينطقوا بها ما باش يتفهم ليا. ودابا نيت دايرين سهرات فيها مخلطه والمسيرين ديالها كل المغاربه هما اللي مديرينها ولكن ديما تيديروا داك الاختلاط باش يجي ليهم يجيو ليهم توانسه ويجيو ليهم تزيرين وداكشي دايرينو تجاري ويلا باش يعمروا باش كنشكر السيده بلا ما نقول السميه ديالها اللي هي غيور على بلادها ومفقوسه مفقوسه مفقوسه كيبروفيتيو في المغاربه وانا شفتهم كيدوروا هنايا. خويا يا خو بلادكم شابة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك ما شاء الله هادشي شباب عندكم هادشي هذا وما يخسروش 4 دريال وكيمشي وليه كيقول شتي انا سي بارتي ماروك درهم ما جبتوش لارجون دو بوش يعرضوني هنا يعرضوني غير يقول جزائري وكل شيء يحل لك بابه بصح يجي مغربي من برا كل شيء يطردك الباب ديالو
ها دي كاينه ولا ما كايناش؟ تقول لك لازم زماكريه جايين يتبوسقوا علينا وجايين يديروا علينا، بالعكس هذاك الزماكريه سيق الدور اللي مسكر لك دور وباقي في الزنقه كالطور، راه كيساهم في الاقتصاد ديال البلاد وراه مغرب العام كامل، العام كامل هو مغرب باش يجيب لك انت الدوفيز باش يقاد لك البي بي باش يقاد لك الدخل القومي، يجيبوا لك اون دوفيز سمعتيني، وما طالبش من بلاده شغل ولا طالب سكن ولا طالب دار ديال الكاريان، كيمشي كيتغرب وكيجمع فليسات وكيبني دارو على دراعو ولا كيشريها على دراعو وكيدير البنك على دراعو وكيدير مشاريع حسب الاستطاعة ديالو لخوتو وعائلتو ولا الطوار ديالو، فهمتي؟ انت كيجي عندك واحد من القراقيرو ضرب التوني ديال الشهاده ويقول لك هو الاكسبري كيلبس التوني ديال ليكيب ناسيونال ديالهم باش يبين على انه من عندهم، وانت كتحل تبغي تبين ليه تقول له روحنا زوينين وروحنا هادي وكتبغي يبان على ان المغرب زوين وماشي حاق، وده سيدي ما تبين ليه ما يبين لك، بينها لخوك اللي راح داك في الدرب اللي في الطوره اللي بارك بلا خدمه، سير دور معاه ولا قولي اليوم اجي تعشى عندي، قول لجارك جيت تعشى عندي اليوم، اللي حسيتي بجارك ما عندوش ما تبينليش بلي راه فاقير، قولي اليوم العشاء ديالك على حسابي، يتعشى عندي في الدار، سمعتي؟ ولكن القراقير دخلوا هنا ودخلوا هنا، شفتهم انا كيجيبوا لي فيديو ديالهم، دوروا بهم في الطاكسيات ما تخلصوش من عندهم، دور زعما تبينوا الكرم، البعابه، والله لا عقلوا عليكم، كتبنوا لهم غير خرازه، كتبنوا لهم غير بواجده، كيقول لك المغاربه كافي محلب، المروكي كافي محلب، كيسميوك المروك الحمروكي، الماروشيا، سمعتي؟ مراركه. عاطينك 7000 سميه ماشي عاطيني غير انا حتى انت ياك ما تحس براسك انت كتعمل معاهم زوين زعما انت راه والو، فهمتي؟ وهذا الشيء اللي بغينا نوعيو المغاربه، الا بغيت تتعرض على شي واحد من هيه هو راه عنده دراهم مخبيهم، هما راه يموتوا على الدوفيز راه ما كيبغوش يخسروه، كيبغوش يخسروه هما نهار الصولد ديال الشوكولا ونهار الصولد المطايفه بالبونيه، سمعت؟ هما ما كيسافروش لبلادهم باسكو ما خصهمش يخسروا الدوفيز تماك، البيي ما يقطعوش، يبريفيري يجي للمروك، المروك بيان سير كاين الناس هنايا مساكن على نيتهم كيعرضوا عليهم وكيديروا لهم تعال تفضل، علاش المغربي كيدير مجهود كبير باش يبين على ان حنا ما فيناش حق؟ تا سيدي ما تبين ليش ما طلبناكش، دير بحال عمر هلال اللي عاقبيهم قال لهم مادام كتهضروا نتوما على الصحراء حنا نهضركم على لاكابيلي، المغاربة راه عاقوا صاحبي، السيدة كي دابا راه السيدة راه مطرطقة راه مفرقعة كتعاود، راه طويل التيمونياج ديالها، راه ما جبتوش أنا غير هكذاك، راه بقات فيا، فهمتي؟ وراه عدد كبير ديال التيمونياج كيجيني هكذا، فيسبوك تتتف أنا من الجيري جيت على ويدخل معاك مغربي يقول لك أنا مغربي راني في الطاليان وكذا وكذا، يدخلهم والله ما تستقبلو، يقول لك أنا راني ولد بني مسكين ولا ولد المزاب ولا ولد السطات ولا ولد بركان. تقول لي لا وانت انا راني خارج ولا لا، بصح مين قراقير يهضر معاك واخا تكون مسافرت اني تقول لي غير واح وشويه تبغي تعيق تعطيه الساروت ديال الدار وتعطيه الطوموبيل، انا تلاقيت مع واحد ردي جو كخوا كو جي فوزي ديجا غاكونتي سا اكادير سوسي الله يعمرها دار صديق ديالي، جيت على فلا لقيت معاه وعندو الهري وداكشي والله يخ الله يزيدو لاباس عليه سان كونت امي، لقيت معاه دوز الجيريان كيهضرو كيفاش، قلت ليه شكون هادوك لا فامي نساب، قال لي لا غير تلاقيت معاهم، قال لي ما عندهم تعطيتهم الدار وقلت له ما بيتيش، قال لي لا راه عطيهم الدار وراه غادي عطيهم الطوموبيل، قلت له هنا قال لي انا راه هضر مع البارمان باش ما يتخلصش من عندهم على حسابي راك عارف خصنا نبينو ليهم، قلت له تبين لك صحاب اللاتي، قلت له هذا صاحبك واحد معاه واحد صاحبه، قلت له اجي معايا اجي معايا، وتصنت باش دير صاحبك لا نوفال، جا معايا دخل عيط ليه بقينا كنهضر معاهم هو راه ليه، قلت له صافا شاشرا حاكمة ولا؟ قال لي حاكمة، قلت له راكم في المروك منين نتوما؟ قال لي يا خو حنايا من ليه؟ من الصنام، وانت منين؟ قال لي انايا من الجي، وراه عندنا صحابنا هنا الشاشرة، كيفاش لقيتهم؟ بقيت كنهضر معاه، قال لي وانت منين؟ قلت له انايا من وهران، تلمسان وهران، اوروم بديت نهضر على وهران كذا وكذا نهضرو، قلت له شراك داير؟ قلت له انا راني هنا عند واحد مروكي راه عارض عليا ما مخلص والو، كلشي كراتوي، قال لي حتى حنا رحنا كلشي كراتوي، واحد هنايا واحد المروكي عطينا الدار عطينا لا فواتير، راك عارف حنا لي زارجينيان فين ما مشينا يستعرفوا بينا، قلت له كيفاش؟ قال لي على بالك، قال لي قلنا راه عطينا، قال لك عارف هما هادو راه مساكن راه باقي مخلوعين فينا كنبانو لهم شي حاجة، قلت له صح ومهلي فيكم، قال لي عطينا كلشي هذا، قلت له ولكن راه
راه يقدر يجي عندكم تماك يا اخو. فين رايح يجي؟ فين رايح يجي عندنا؟ فين رايح يجي عندنا؟ حنا راه ما عطينا حتى لادريس فين يجي عندنا. فين رايح؟ يريح في بلادو يا اخو. كيفاش انا نستقبلو؟ انا جي بالطو هنايا، انا شوي فاني بروفيتي. يا قلت لصاحبو سير عاود لصاحبك، عاود ليه وحشم. قلت له ودي معاهم خود، وانا نعيط عليهم. قلت له جيو ترى ديك لاكلي ديال الدار. قال لك عندكم شي حوايج باقيين تماك؟ قال ليه هو يمشي معكم السيد ياخذ تاخذوا حوايجكم وتشوف حالاتكم تكريو في لوطيل. ها لوطيل ترى الباتروس، ها الموكادور، ها فين ما يعجبكم سيروا كريو خويو الدار. هذاك السارو ديال لافواتي راك وصلهم يا خو. الاخر حشم مول الدار حشمتو. قلت ليها راه ما تخليهمش بروفيتيو فيكم، راه كتبانو لهم كوانب، راه ما كتبانو لهمش كورة ماء. راه جيت تبكي عليك وتقول لك عندي 4 دراري وما عنديش فين نمشي، راه عندها الباكية، راه جامعة الباكية، الباكية جامعها، راه غير الخبز والزيتون والشوربة ويجمعوا اللعقة. ماشي انت بحالك دير البسطيلة ودير الشهيوات ودير كذا ودير، راه ما كيديروش هما هادشي. كان لا شهيوات لا مولا يبيه. جمع الباكية باش تجمع وتمشي تعيق عليهم في البلاد. طردك تماك شي فيلا ديال 5 المليار 6 المليار في الجزائر. فكر شوية، بغيتي دير الخير ديرو في ولد عمك. سمعت راه الملك ما خلا ما دار فيهم، عايروا باللي ما يتعايرش، سماوه اللي ما يتسمى وردوه. ماشي ولد فلان ولد فلان. غنبقى نحكي لك هنا، راه هذا راه عيب. جيب برك معايا ونعاود لك شنو كيقولوا. لا سير قلم، سمعتيني؟ بغيتي دير الخير ديرو في ولادك او ديرو في اللي تعرفو. الصدقه في المقربين. جارك جارك راه والله لا عقل عليك بالله العلي العظيم. جرب دير الاعلام ديال المغرب في دارك، ودير الحسن الثاني ومحمد السادس، ديرهم في البوستر ديالك ودخلو عندك، غادي يشوفهم. قول ليه شوف شنو غيقولك. والله غيجرحك بالله، والله القسم غيجرحك. ولا قول ليه الصحراء تاعنا وتشوف ما جرحكش الا ما ندمكش. ولا جبد ليه قول ليه بوم دينا طرد المغاربه وشوف اش غيدير لك. بارك انا متحزار، وبارك انا متدلق، وبارك انا متملاق. ساسيفي تهلا في ولد بلادك، فهمتي؟ تشوفوا يدور هنا. شفتهم انا كيجيو هنايا انبهاره انبهاره، والناس كتدخل تجري. دخل زيرو زيرو اديرو زيرو ابوني، ولا عنده ولا اكثر من اكثر من الدكتور نعام والدكتور الصنايبي واكثر من بهرباز. ولا غير بكان كيقول لهم مروك، كيقول لي غير شكرهم مروك، نفخهم نفخهم. تو فلاتر في او ديبون دو سيلوي كي ليكوت. انفخ المراركا، قول لهم بلادكم شابه، قول لهم ماكلتكم شابه، قول لهم انتم الله يبارك وكذا. تبارك يجي عندي انا يقولها لي، يجي عندي يقول لي، نقول لها جا معاك السوالده لوطيل. كان يا ما كان حتى انا كنت نستقبلهم وكنت نتهلا فيهم ونعطيهم الطوموبيل ونعطيهم فلوس ونعطيهم. سا نو مارش با افيك او، محدك تهلا فيهم تتبان لهم ضعيف وقليل الشخصيه وعبد، عبد مدلول. ديرها في راسك هذه. بارك الله عليكم.